السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من المسائل التي يكثر السؤال عنها فيما يختص في أحكام الصيام مسألة النية، فهل تجب في كل ليلة أم تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ وهل تكفي النية المطلقة أم لا بد من تعيين رمضان؟ وهل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ بالنية؟ ونحوها من المسائل. اليوم إن شاء الله نتناقش في هذه المسألة، وأحب أن الناس تفهم الجواب، وإلا فإن الفتاوى موجودة، من أراد أن يعرف الجواب فإن الفتاوى موجودة من أهل العلم المعروفين بالسنة. لكن خلنا اليوم نفهم شوية، ربما يطول المقام وأنا أحب أن أختصر في مثل هذه المقاطع، لكن اليوم على غير العادة خلنا نتكلم حتى نفهم، لأن كثير من الناس إذا ما عقل الجواب يرفضه ويرده، فننزه صاحب السنة من هذا الأمر وهذا المسلك. ينبغي عليه أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل. خلونا اليوم نتكلم عن هالموضوع. القاعدة في جميع العبادات أنها تفتقر إلى نية، وأن النية شرط في جميع العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يجب فيه تعيين شيئين: لمن العبادة وما هي العبادة. لمن العبادة؟ هي لله رب العالمين. ما هي العبادة؟ هل هي وضوء، صلاة، صيام؟ وما هو نوع الصيام؟ وهذه الأشياء في الجملة شرط في جميع العبادات، لكن كيف نحقق هذه النية؟ هذه النية هل نتلفظ بها حتى نحققها؟ هل نجلس ونتفكر فيها ساعة حتى تقع في قلوبنا؟ لا، هذه النية هي ما يسبق العمل من القصد في القلب والعلم. وقد تكلم الفقهاء في مسألة الصيام في كلام كثير، قال بعضهم: لا بد من نية في كل ليلة من ليالي رمضان، وقال بعضهم: تكفي نية واحدة في أوله، وقال بعضهم: بل لا تجب النية في كل ليلة، وإنما تكفي الليل النية المطلقة، ونحوها من الأشياء. المهم إحنا الواجب علينا أن نعرف كيف نحقق هذه النية. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. اسمع لهذا الكلام: على كل مسلم يعتقد أن الصوم واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية، فإذا كان يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم، فإن النية محلها القلب، وكل من علم ما يريد فلا بد أن ينويه. قال: والتكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين، فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية، وصومهم صحيح بلا نزاع بين العلماء، والله أعلم. وفي موضع آخر قال: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ، وهذا فعل عامة المسلمين، كلهم ينوي الصيام. انتهى كلامه رحمه الله. من عباراته المختصرة: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. إذن إذا خطر بقلبك أنك ستصوم غدا فقد أديت ما عليك من إحداث النية لهذا الصيام. وبهذا يزول الإشكال. النية محلها القلب، والعلم بأن غدا من رمضان وتمتنع من مفسدات الصيام، كل هذا يدل على أنك قد أدخلت في قلبك نية الصيام، فلا ينبغي التكلف. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.